ثانك يو بقى جايز كلكم ان انتوا جيتوا النهارده، وانا شايفه ان في كوميتمنت عالي منكم جدا، ودي اهم حاجه في الكومبيتيشن بتاعتنا ان يكون في كوميتمنت او التزام. ده نمبر 1. نمبر 2، جود نيوز ان ديفيد وعمر النهارده كانوا داخلين اونلاين مع بعض، وان هم انجزوا شويه حاجات في ماينكرافت هيوريها لنا. تاني حاجه، عايزين نستقر على شكل الويب سايت بتاعنا ايه، يعني مثلا عايزين نقول الانترفيس. احمد ممكن تقفل المايك بتاعك؟ ممكن اقفل المايك دلوقتي اللي عنده دوشه. اوكي احمد، ثانك يو. اوكي عايزين نشوف الويب سايت ده. الويب سايت ده هيبقى الهدف منه ايه؟ ريز اويرنس بالفكره بتاعتنا. فعايزين نشوف الانترفيس بتاعنا، ايه الحاجات الاساسيه اللي هتكون في الانترفيس، ايه بيج بتاعتنا، ولو في سب بيجز ثانيه او بيجز ثانيه نحطها في الويب سايت، ايه الحاجات الاساسيه اللي هتكون فيها. فلازم نبقى متفقين فيها ورقه وقلم هنعمل فيها ايه بالظبط. لسه كنت بقول لرامي قبل ما انت تدخل يا احمد، ان احنا دلوقتي محتاجين ان نعرف مثلا نسبه التراش اللي في مستوى العالم كل سنه بتكون قد ايه. يبقى طب يا مس، ده ممكن ده ممكن تستخدم الـ API فيه. انا اوكي ما انا هقولك بقى في الاول just listen احمد و take notes. اوكي وقولي هنعملها ازاي. يبقى number of trash على مستوى العالم ايه؟ طب الـ number of trash ده النسبة او قد ايه او percentage اللي بيكون recycled، نسبتها قد ايه recycled فيها. معنى كده ان نسبة recycled دي اما نلاقيها ان هي قليلة بالنسبة لحجم التراش، يعني قلنا مثلا ان 10% of مثلا التراش على مستوى العالم هو اللي بيحصل له recycled بس، والباقي كله مش بيحصل له recycling. فاحنا عايزين نعمل raise awareness اهمية recycled ايه. دي هتبقى الفكرة بتاعتنا. تمام؟ اوكي فده لازم نوضحه في الويب سايت بتاعنا. يبقى نوضح البرسنتج دي كلها، ونوضح انواع التراش اللي هو ممكن يتعمل له ريسايكلينج ايه، ونقول كمان ان التراش ده لو ما تعملوش ريسايكلينج هيحصل ايه. انتوا عارفين طبعا لما في حد بيرمي اي تراش طبعا في البحر والكلام ده كله بيحصل ايه، مش في انيمالز زي التورتل بالظبط. الانيمالز كتير جدا ممكن السترو دي بتدخل في الناك بتاعتهم، او في انيمالز عارفين العلب بتاعت التونه دي ساعات بتجرحهم لو مرميه في البحر وبتاثر عليهم، وكمان ممكن شكلهم يبقى غريب لما هم صغيرين دخلوا في اي حاجه من التراش دي وكبروا مش عارفين يطلعوا منها. فعايزين نفكر في الايتيمز دي كلها، نوريهم السايد افكتس او النيجاتيف افكت اللي بيحصل بسبب ان التراش دي موجوده، والتراش الموجود موجود على الارض في كل مكان، الانسكتس اللي بيعملها، التلوث البصري اللي بيحصل للناس لما بيشوف التراش في كل حته، الامراض اللي ممكن تنتشر. شايفين كميه الداتا قد ايه؟ الداتا دي طب انا مش هشوف ازاي ممكن نجيب البتاع. عمر you are opening your camera. نعم يا احمد. احنا عايزين بقى نفكر في الداتا دي كلها، وبعد كده نعرف في الويب سايت. انا في الصفحه الاساسيه بتاعتي هحط 1 2 3، اللي بعديها هحط 2 3 4، ولازم تنسقوا التاسكات بين احمد ورامي. تنسقوا انا هعمل كذا ورامي هيعمل كذا. طب انا ممكن اعمل الفرونت بيج وكمان البتاع عشان يجيب البوليوشن والويب. طيب انا محتاج ان انت شيرينج مع رامي علشان هو يعرف هيضيف ايه معاك وهيظبط ايه معاك في البيج. ممكن يعمل يعني الاساسيات التانيه مثلا زي السب بيجز والبوتس. ما احنا ما عرفناش لسه برضو البيج الاساسيه يبقى فيها ايه. طيب نبدا كده بديفيد وعمر. ديفيد بعد اذنك هتعمل لنا شير سكرين ونشوف انتوا وصلتوا لايه، علشان نشوف احمد ورامي عندهم مقترحات ايه تاني ان احنا ممكن نزودها في الوورد. فبعد اذنك يا ديفيد. اوكي طب هو ممكن ديفيد يدخلني؟ اوكي طبعا. طب ديفيد اعمل شير سكرين وهستاذنك تدخل عمر معاك هوست. ماشي اوكي.
Okay. Lama, two buckets of water and carrot. بس بفتح ماينكرافت. Don't worry. ممكن نعمل شير ناخد سكرين شوت منها وحطها لك للشات. هو خلاص اسمها لاما two buckets. Two buckets and carrot. لاما. حلو السكين بتاعك ده يا ديفيد. شكرا. You're welcome. اوكي ماشي. اوكي خلاص هو ايز ان. ايه ده بقى؟ حاسه ان انا عملت بتاع ريسايكلينج كده. الريلوي ده رايح انا عجباني الكولرز قوي قوي اللي في الورد دي. موجود بس مش ليه. اوكي طيب ايه المفروض بقى الدنيا هتمشي ازاي في الورد بتاعك عمر؟ او انا شايف عمر هو هي still in. المفروض يعني مثلا أمم بس انا هكليك البطن ده مثلا اهو هو كنت عايز يعني ايه وانا كنت عايز يعني ايه انا ده خليت يعني من هناك يعني من هناك يوصل لغاية هنا بس مش عارف اخلي اوكي يعني حاجات بقى ايه دول شوف ان يكون مش اننا تبين هو مش المشكلة كلها ان احنا مش عارفين الفاكتوري مش عارفين نأسسها ازاي. اوكي يعني هو ده الباك اند بتاع الفاكتوري بتاعك صح؟ ايوه احنا يعني مش اوكي عارفين نعمل ايه تاني. تمام. انت خدت انا شايفه ان انتوا يعني لا هو انتوا الفكره عجباني، الفكره اللي انتوا عاملينها عجباني. انتوا خدتوا دلوقتي التراش، مفروض اللي بيعمل ريسايكلينج هيتحط الحاجه في التشست والتشست هيروح للفاكتوري. ده الفاكتوري اللي احنا واقفين فيه. ايوه اللي احنا واقفين دي ده هو الفاكتوري. تمام حلو جدا. طيب انتوا ليه مش عاملين ريل بقى عشان يحرك الايتيمز دي؟ ايه اهي لا لا الايتيمز اللي المفروض الساينتست او الناس اللي شغالين في الفاكتوري. انا مش ما دي مش عارفة اعملها ازاي اوكي بس لان احنا دي محتاجين ده بس ده ممر ده ممر واحد. فالمشكلة ان احنا لو جبنا دول كلهم هنمشيهم ازاي؟ اوكي مش هيمشي على الريل. انا ايوه كان قصدي ان احنا دلوقتي هنبدأ يعني الفاكتوري، ارجعوا تاني في الفاكتوري، ارجع ديفيد تاني في الفاكتوري تاني. اوكي طب احنا في الفاكتوري دلوقتي ديفيد، احنا المفروض بقى ان يكون في ناس او NPCs او احنا واقفين هناخد من التشست اللي موجود كل عند كل بوكس من ده ولا كنت وهناخدهم يمشي هنا. فاحنا طب ممكن بس نكمل انا عندي الريل. سؤال هو ينفع نعمل ام بي سي ياخد حاجة من التشست؟ لا لا مش هيتحرك. لا ما انت بقى اللي هتدخل جوه الورد وتحركه الكاركتر بتاعك. تمام لكن الام بي سي طبعا ما بيتحركش. والام بي سي يعني بشوف في ماينكرافت لوكيشن في حاجات كده على ماينكرافت لوكيشن بشوف الام بي سي بيتحركوا لا لا هما بيبقوا عاملينها دي جرافيكس يعني عاملينها بس زي انيميشن، ما هو ما بيتحركش. ماشي اوكي بتشوفها في التيتوريالز بتاعتهم صح؟
تمام. هي الفكرة حلوة جدا ان دول واقفين كأنهم بيعملوا ريسايكلينج ليها. That's okay، حلو جدا. فليه البوكس ده ما كملش الريل يوصل شوية ناحية ده؟ انظر ده فاحنا عايزين الريل ان هو يكمل شوية، ونحط بقى يعني تشاس، نحط جزء تاني بقى. احنا صنعنا ايه من ده؟ انا كنت بحاول مثلا احط التشست والتشست بقى يطلع، يعني يطلع التشست. ايوه ده انا بتكلم عليه، حاجات في الدروبر والدروبر تطلع تجيبها لنا. طيب الدروبر بقى بيطلع، انا مش الدروبر ممكن يعني دي مثلا كده. استنى لما اجيب لك الدروبر. اوكي ديفيد، انت فاضي بعد الاونلاين؟ طب تيجي نخش نكمل بعدها؟ ماشي. انا عايزه برضو احمد صافي ورامي اللي عندهم افكار يقولوا لنا، يعني احنا شغالين تيم ورك، فكلنا ده كلها الفكره بتاعتنا. اوكي الجلاس كده حطينا اي حاجه كده، يعني البروجكت اساسه هيبقى الريسايكل. ايوه احنا كل واحد ليه دور. ده اللي يحصل. بصي حلوه جدا الفكره. طب دي طبعا عندي فكره، احنا ممكن نجيب ماين كارت ونحط هنا بيشر بليت، والماين كارت تضغط على البيشر بليت ويدوس. ممكن برضو نجربها، بس حلوة الفكرة دي يا ديفيد، ان احنا نعمل اللي هو احنا عملنا ريسايكلينج الجلاس، حولناه البرودكت. هو ده بقى المصنع يا جماعة، المفروض هيتقسم لحاجتين. جزء انا بجمع فيه الحاجة اللي انا اخدتها التراش ده بجمعه، وجزء تاني وانا عايزاكم في التقسيمة بتاعته بقى يعني يحاولوا تفصلوا بين الجزئين، جزء بيجمع التراش والجزء التاني بيعملوا ريسايكلينج بيحولوا لحاجة تانية. ماشي. Got it؟ تمام. ويبقى عندي بقى بره زي ما يكون بره كده مثلا في عربيه او حاجه، ان انا بحط عليها النيو برودكتس دي. اوكي احنا ممكن نجيب مود عربيات ونحط عربيه بالظبط. وممكن بقى او جوه ممكن بقى انا احنا عايزه نبني عربيه بالبلوكس. حلوه جدا. وممكن بقى وممكن جوه مود، كمان بس يا شباب المود هيكون صعب. يعني جوه كمان اكتبوا بقى في كل مكان اسم البرودكت ايه، ويا ريت تشيلوا المابس دي كلها. انا مش محتاجين المابس اللي بيتحركوا معانا دول. انا ممكن من السيتنجز بالسيتنجز هعمل ممكن. دونت سبون موبس. اوكي لان هما هيشغلونا على الفاضي. قفلت الموب سبوننج خلاص. اوكي طب نرجع تاني جوه بقى قسموها، يعني جلاس انا عملت برودكت من جلاس، عملت برودكت من الكارد بورد، عملت برودكت من ميتال. انا عاملها اوكي عشان بس من هنا كده الكرامبلد بيبر ده تتحول لبيبر هنا، والجلاس ده عملها وعملها فانتا وكاكولا كده. حلوة جدا. اوكي ما انا محتاجة بقى ان الام بي سيز يشرح لنا الكلام ده، ومش عايزين فانتا وكوكا كولا عشان احنا مقطعين. صح اوكي فاهم. استنى اوكي او احنا ثانية واحدة، وممكن برضو ده يبقى احنا كده بنشجع ان هيلثي فود، فاحنا ممكن نشوف حاجة هيلثي هيلثي فيها. اوكي طب كان في برضو يا شباب المكان، يا ما احنا كده خلاص اتفقنا على، انا فهمت ده، فهمت انت قصدك ايه، بس محتاجين الام بي سيز اللي واقفين دول يقولوا الكلام ده، يقولوا ان احنا بنعمل كذا، وبعد كده والتاني يشرح ان احنا عملنا له ريسايكلينج، فنكتب الكلام ده في الام بي سيز. اوكي بره بقى، بره احنا دلوقتي احنا اتفقنا ان احنا محدش هيقدر يعمل ريسايكلينج لحاجه غير المكان بتاعها الصح بره. اوكي نرجع تاني، ده احنا اتفقنا عليه تمام، ده محدش هيقدر يحط حاجه مش في مكانها. That's okay خلاص. طيب احنا عايزين بقى ان الشخص اللي هو بيحط الحاجه في مكانها، هل ممكن نخلي ام بي سي يديله مثلا فروتس، يديله سوبر باور، يديله اي حاجه؟ ممكن اعمل حاجه كده.
فيبقى زي ما عملنا ريورد لأي حد دلوقتي هو عمل ريسايكلينج صح، فأنا بعمله ريورد. افتح. كان أحمد صافي كان عايز يقول حاجة، ورامي رامي عايز تقول ايه؟ ارجع كده للفكرة الثانية تاني. ما تقدرش بقى تخلي اللي هي عاملة زي المشاة دي تتحرك وتروح لحتة المصنع بيوديها عشان يتعمل لها فيها ريسايكلينج، اللي هي دي كده ما احنا احنا ده اللي احنا عملناها. بنفكر فيه، بس احنا مش عارفين نحركها. عندك مش فكرة يا شرط رامي احنا ممكن تتحرك. نعمل ايه ونحركها؟ انا بتهيألي ان احنا ممكن نعمل في دي برمجة او حاجة كده، بس لو زي ينفع ايه؟ ماشي. فكر كده، هل ممكن ان احنا نستخدم بايثون ونعمل حاجة زي دي؟ ممكن تعمل وعلى كده سيرش وتقول لنا احمد صافي ايه رأيك ممكن نعمل ايه؟ أحمد أنت كنت عامل raise hand. إيه لو بتتكلم يا أحمد المايك بتاعك مقفول by the way. I'm not raising my hand. It doesn't indicate that. okay. طب أنت عندك أي ideas تانية يا أحمد إن احنا ممكن نعملها في البروجكت؟ انا عايز رامي واحمد تيك نوتس كده من انواع ريسايكلينج موجوده في الوورد. يس احمد. Maybe you could have go back to the factory. اوكي نرجع تاني فاكتوري. Go to the parts of the can't of the minecarts. Can't you put powered rails and then make a place where the can't you put basically you could put another place where the material could be recycled with the same, like the Minecraft could go in a curve and could go to, in a different entry and then use a dispenser that drops a minecart that has the item that you need. For example, if you're recycling, for example, glass, you could make it you could then make the minecart go in a curve and then go somewhere else and then have a minecart dispensered and then put an item there to make it to where that the item is recycled. It looks like it's recycled. Good idea يا أحمد. حاول. اه بالظبط كده. هل ممكن يا أحمد إن أنت تدخل على ماينكرافت وتعمل لنا حاجة شبه دي وتوريها لنا؟ I don't know. No. Because I don't have Minecraft as I kind of rebooted my computer recently, so no, I can't. You can install it again, or maybe you can install it on your mobile phone. انا عندي حل يا مس، مش شرط انزلها. ما هو ممكن بقى في الاخر بعد لما عمر وديفيد يخلصوا المشروع خالص يبعتوا لنا اللينك، بيدوسوا على اسك بعديها هوست هيكون ظاهر ليها لينك كده يبعته لنا، واحنا هنحاول نتصرف نشوف ازاي نفتح صفحة جوه صفحة ونحط الماينكرافت جوه صفحتنا. دي سهلة، دي يعني سهل ان احنا نعمل حاجة زي دي. مش شرط نحط الصفحة نفسها لو معرفناش نعمل لها publish على سيرفر.
احنا ممكن نعمل سكرين ريكوردنج ليها ونحطها at a link Flipgrid على ماينكرافت، وتبقى من ضمن الريسورسز في اول الورلد خالص. ممكن كمان نحط الماينكرافت، يعني نحط فيديو من الماينكرافت لنعمل ايميج، نعمل اسف ممكن نعمل حاجتين، ممكن نزود ماينكرافت كفيديو او ممكن نحليها كاي اور هايبر لينك. تمام اوكي، ممكن نعمل اكتر من حاجه فعلا. هي سهل جدا ان احنا نضيف الماينكرافت على الويب سايت بتاعكم، بس انا دلوقتي عايزاكم تقولولي كده ترسموا، يعني احمد بعد اذنك كده عايزك ترسم شكل الويب سايت انت متخيل فيه ايه والمين ايتمز ايه على اساس الكلام اللي انا قلته في اول السيشن، ورامي برضو. فانا هدخلكم انتوا الاثنين او بعد السيشن، يعني عايزاكم تقعدوا ممكن تعملوا ميتنج بعد السيشن وتظبطوا فيه الويب سايت. تمام ديفيد، انا هعمل ستوب شيرينج لان انا حابه اوريكم السبميشن باوربوينت، ودي حاجه مهمه جدا عشان تبقوا متخيلين الداتا اللي احنا محتاجينها ايه. اوكي لان الداتا دي هيبقى جزء برضو من مسؤوليه احمد ورامي. يعني هنجرب اجيب اي بي اي، انت ممكن تاخد من اوبن اي اي، اوبن اي اي ممكن اخد منه فري اي بي اي. هجرب لما اجيب الاي بي اي هنعمل فيتش لي، وبعدين هنكاتش الريسبونس او الايرور او الايرور. ممكن نستخدمه للويذر، ممكن نستخدمه للويذر والبوليوشن. ايوه بس احنا ما بنتكلمش على الويذر والبوليوشن، على الريسايكلينج. ريسايكلينج لازم نركز يا جماعه في التارجت اللي احنا بنفكر فيه علشان ما يطلعش بره التارجت بتاعنا. احنا التارجت بتاعنا ايه؟ ريسايكلينج. فاحنا لازم نعمل ريز اويرنس لاهميه الريسايكلينج فيها. اشوف لو انا دلوقتي فتحت ماينكرافت، انا كنت دايما بشوف حاجه كده بيقول لي اعمل كود بنتكه عسيج تكيت عسيج هولي ثلاثه اوبشنز. اول واحده تبرمج ماينكرافت اي الورلد بتاعتك العاديه ببلوكس وبايثون وجافا سكريبت، تاني واحده بتعلمك البايثون، تالت واحده بتقولك تبني لعب وتعمل يور اون كود. يعني مش فاهم اخر واحده اخر اوبشن، يعني هو ممكن ديفيدي يفتح ويجرب كده. اوكي انت عايز ان احنا هو لو ممكن نعملها بالكودينج، احنا عايزين نشوف تيتوريال ازاي ان احنا ممكن نعمل زي سير بيتحرك جوه ماينكرافت. ده التيتوريال اللي احنا بندور عليه. كونفير بيل. اوكي هل بقى عشان نعمل ممكن حاجه زي دي هنحتاج فيها كودينج، هنحتاج فيها بايثون، ايه الحاجه اللي احنا هنحتاج فيها؟ او يا مس ممكن نعمل مود، ممكن تستخدموا مود يعني ازاي حاجات اديشنز لماينكرافت نفسها، في حاجات اديشنز لماينكرافت نفسها ممكن تستخدموا. ممكن ممكن يجيبوا ريسورس باك او حاجه زي كده. و انا ما اعرفش اجيب منين، يعني هي ممكن فعلا في حاجه المودز دي الحاجات كده بتحط في ماينكرافت، بس هي مش موجوده في ماينكرافت، بس الناس عاملينها. احنا ممكن نجيب منها يا احمد، تعرف الويب سايت اللي احنا ممكن نجيب منها؟ مش عارف اجيبها منين، اصل في كتير بس في شويه انت اللي تعمليها مش انا. احمد عارف ان احنا ممكن نجيبها منين؟ الايه مودز. المشكلة أنا عارف المودز للبيدروك والكمان الجاف، بس مش قوي. البيدروك هو الماينكرافت إديوكيشن. إديوكيشن؟ متأكد؟ نفس الحاجة. أيوة ماشي.
طب اعمل لنا سيرش كده يا احمد. بصوا دي submission powerpoint اللي احنا المفروض هنسلم على اساسها. في حاجات زي اسمه عن في لقيت واحد بيقول education edition mode for minecraft، في حاجات كتير بصراحة. طيب ابعت لنا اللينك على الشات بعد اذنك. بصوا يا شباب دي مفروض الباوربوينت اللي هنسلم زيها، فهو هنا بيقول لنا لازم نعمل ديليت للسلايد دي قبل ما احنا يعني ما نيجي نسلمها لازم نعمل لها ديليت، بيفكرنا ان احنا هنسلم يوم ايه. تمام، هنا بيقول لنا submission لازم هيكون بي only received in English، يعني ما ينفعش نكتب فيها اي حاجة عربي. كمان ان احنا مش هنكلود any individual team members personal data، يعني ديفيد او عمر او احمد او رامي ما ينفعش يكتبوا اساميهم جوه الباوربوينت عشان احنا تيم واحد. سبميشن لازم يكون قبل يوم 8/5. اوكي طبعا الرولز والريجوليشنز انا كنت بعتها لكم قبل كده، فاحنا الحمد لله احنا معدينهم ما عندناش مشكله فيها. السلايد دي مفروض شايفين الكلام البيربل ده، ده مفروض اللي احنا هنملاه. اوكي بس احنا طبعا هنعمل ديليت السلايد ده عشان الكلام ده هنكتبه في سلايد تانية، فمحتاجين ان احنا نكتب اسم المدرسه، اسم التيم بتاعنا ايه هنسميه، لازم طبعا اسم للبروجكت ده، بس احنا مش عايزين نشغل نفسنا باسم البروجكت دلوقتي الا ما نظبط الفكره كلها. الهدف من الفكره بتاعه البروجكت بتاعنا ايه، عدد التيم ممبرز، ان احنا تبع الرينج بتاعنا طبعا احنا من اول ايه، من اول 5 ل 12. AI for good احنا اخترنا انهي واحد فيهم، احنا مختارين ايه يا شباب؟ AI for earth. AI for earth. تمام اوكي، ومفروض ان احنا يبقى عندنا اللينك بتاع الفيديو، سواء بقى هنرفعه على فليب جاد على وان درايف على يوتيوب اي حاجة من الحاجات دي. طب يا مس لو الفيديو زاد يعني اكتر من دقيقتين بشوية؟ لا هو دقيقتين، وان شاء الله هنخلي الميديا في المدرسة هيصوروه وهنظبطه، لان الفيديو انا في الاخر هوريكم على فيديوز لما اخلص البروجيك، هوريكم الفيديوز بتاعت السنين اللي فاتت ايه عشان تعرفوا ان احنا المفروض هنعمل ايه بالظبط. يعني فيديو مين اللي هتقول اسم البروجكت ايه، وهنتفق كل واحد هيقول ايه في الفيديو بتاعه اسم البروجكت، هنقول فيها الهدف من البروجكت ايه، وهنشرح البروجكت بس، مش هنعمل حاجة أكتر من كده. وأي لينكات تانية إحنا استخدمناها أو شايفين إن هي مفيدة في البروجكت هنحطها في الباوربوينت بتاعتنا. هنا بيقول لنا سلايد نمبر 1 المفروض هنعمل فيها إيه بالظبط، سلايد 2 3 هنعمل فيها إيه بالظبط. يبقى سلايد نمبر 1 التايتل، البروبلم عندنا في سلايد 2 3، الكونسبت بتاعنا إيه، ومدينا examples عليها، الـ use of AI، الـ impact بتاعنا إيه، بعد كده الـ ethics والـ cyber security والـ source. كل بقى الـ slides اللي كانت black دي مفروض هتعمل لها إيه؟ delete. تمام؟ بعد كده أهي بقى شايفين؟ دي بقى المفروض إن إحنا هنملاها وهنسلمها، الـ problem بتاعنا هنشرحها. ده هنا بقى ممكن نستخدم المور في ترانزيشنز بتاعتك عادي جدا، بس خلي بالكو احنا المفروض مش هنعدي عدد السلايدز اللي هو طالبها. ماشي clear؟ يعني قال problem هتبقى في one slide يبقى one slide. تمام ال your AI concept، use of artificial intelligence، ال impact. سمعيني دلوقتي؟ ethics، cyber security، source. هنا بقى بيقول لنا anytime you draw ideas، summarize information، mentions data، reference، examples، اي حاجه احنا استخدمها. عارفين حتى لو ورقه انتوا راسمين فيها شكل الموقع احنا المفروض نحطها هنا. اوكي بس هنجيب هرسم الموقع في ورق.
اوكي، ما احنا كده كده لازم نرسمه عشان نتخيله هو عبارة عن ايه. فلازم هنا قال لنا اول سلايد بنعمل فيها كذا، اتس اوكي. تاني سلايد 4 و5 هنا بيقول لنا نعمل في ايه 6 و7 بالظبط. ماشي تخيل، ما نزودش عن كده. ماشي. لسه انا عملت حاجة في الماينكرافت. تمام، انا عم ستوب شيرينج دلوقتي. اوكي لسه انا عملت حاجة في الماينكرافت، ممكن اوريها لك. يا ريت يا رامي. عايز تعمل ترانزيشنز؟ عايز اعمل ايه؟ ترانزيشنز في الفيجوال، في الفيجوال باستخدام السي اس اس. مش انا هو الكود الاساسي الصفحه الاتش تي ام ال، اما السي اس اس بيجمل، والجافا سكريبت بيخلي الموقع يتحرك. الاتش تي ام ال هو اساس الموقع، السي اس اس هو لو انت عايز تهليه يبقى لونه كذا والانيميشن. اوكي ديفيد، دي السوبر باور اللي اخذها، والفيجوالز والجافا سكريبت للفانكشناليتي للانتر اكشن. اوكي تخيل الموقع، يعني لو احنا نقدر يا مس نخلي نحط ماينكرافت على الموقع كأن اللي فتح الموقع فتح ماينكرافت. هنحط طبعا فيديو زي ما قال احمد، هنحط فيديو ولينك ماينكرافت على الويب سايت. انا ممكن نعمل هايبر لينك للفيديو باستخدام ايه، وناخد اللينك بتاع الفيديو ونحطه. اوكي شباب، طيب نعمل ايه؟ ممكن يا ديفيد كده تشرح لنا انت عملت ايه؟ ممكن نشوف ديفيد عمل ايه الاوبشن اللي اضافه، علشان انا هقفل معاكم السيشن وهسيبكم دلوقتي. I'm expecting ان احمد ورامي هيعملوا اونلاين سيشن مع بعض. طبعا انت عارفين ازاي تعملوا اونلاين سيشن صح؟ اوكي. طب يا مرسة تدخلي معانا؟ لا مش هدخل معاكم. انا عايزاكم انتوا تشتغلوا مع بعض. احمد ورامي هتقعدوا ترسمولي الويب سايت ايه، تمام، الديتا الاساسيه اللي انت هجيب السورس كمان ايه، لازم يكون تراستد سورس. اوكي تجيبوا لي الموقع ده تراستد، ان انا جبت منه الانفورميشن. شوفوا بقى ناشونال جيوغرافيك ممكن تجيبوا من عليه، يستغلوا ناشونال جيوغرافيك حاجه كويسه جدا. موقع زي اليونسكو، اي مواقع تكون محدش طبعا يدور لي عن unreliable sources زي ويكيبيديا والكلام ده لا. اوكي هنتكلم على نسبة التراش في العالم قد ايه، والنسبة اللي بيحصلها ريسايكلد قد ايه، وانواع التراش اللي بتعملها ريسايكلد، ولو انا ما عملتش ريسايكل للتراش هيحصل ايه، ولو انا عملت لها ريسايكل هيحصل ايه. وشكل الويب سايت الاساسي عامل ازاي، ودوروا على ويب سايتس برضو بتتكلم عن الريسايكلينج عشان تاخدوا منها افكار. تمام، الصفحة الأساسية المفروض أنا أحط فيها إيه، والصفحات التانية لو أنا هزود صفحات أحط فيها إيه، هل هعرف أعمل تشات بوت فيها؟ علشان كده أنا كنت بعتلكوا اللينك بتاع الأب إنفنتور علشان تاخدوا منها أفكار، إن هو كان عامل AI فيها، إن هو بيعمل سكان ويقدر يتعرف على نوع التراش إيه. بالاضافه بقى موضوع ان احنا نعمل سير وبيتحرك ده، اعملوا سيرش ديفيد وعمر، المفروض ان هم يعملوا سيرش على اليوتيوب ويشوفوا ان هو ممكن يتعمل ازاي. انا شايفه ديفيد نعم طلع ان في اي بي ايز للريسايكلينج خاصه. اوكي حلو جدا، دو ات. ديفيد برضو عايزين ديفيد وعمر لما نخلص بقى الجزء الاساسي بتاع الريسايكلينج والفاكتوري الكلام ده، هنبدا بقى الجزء الجمالي بتاع الورلد بتاعنا، ان احنا نعمل طبعا فيها بيوت، فيها اشكال، يعني نظبط بقى شكل الورلد في النهايه. لكن الاساسي دلوقتي المين فوكس بتاعنا هو الفاكتوري والريسايكلينج اللي بيحصل فيها.
حتى عايزين البيوت زي ما انت كنت عامل المية اللي هي بتنقط دي، ان يكون في بيت اساسي المية فيها الزرع بيتروى ازاي فيها، ان المصنع ده عايزين المصنع برضو يكون حواليه زرع من بره. اللي هو اللي انا عملته ده، اه اللي الحته انت اللي كنت فاتت. عامله بالظبط، اه كنت عامله المره اللي فاتت كانت حلو. ممكن نعمله ده حوالين المصنع، نخلي في المصنع سولار بانلز اللي هو بينور، نخلي ان المصنع ده برضو بيشتغل برينيوبل ريسورسز، عشان يبقى احنا واخدين نفس الثيم في كله، ان المصنع ده مش بيطلع دخان. هل المصنع ده هنعمله بيطلع دخان برضو؟ طيب انا كنت يبقى احنا هعمل كده بس افتكرت ان انا بعمل حاجات بتاعتي. اوكي، بس عايزين بقى نشوف ان احنا برضو نقول ان المصنع ده احنا عاملينه بحاجة معينة بحيث ان هو ما بيطلعش، ما بيأذيش البيئة. عمر ويلكم باك. انا كنت لسه بقول دلوقتي ان احنا هنعمل فوكس بالنسبة ليك انت وديفيد على الورد بتاعكم، ان انتوا تركزوا في المين ايتمز دي، ان المصنع يكون برضو شغال برينيوبل ريسورسز، يعني شغال بسولار بانلز. ممكن نعمل المصنع ده ليه شكل جمالي برضو. دايما انتوا عارفين دايما فكرة ان الفاكتوري بيبقى حاجة شكلها مش حلو، فهل ممكن نخلي الفاكتوري ده شكله حلو؟ في جزء مثلا منه ازاز علشان نوفر الطاقة، يعني انتوا عارفين كله مقفول، فهل ممكن نخلي منه اجزاء ازاز علشان نوفر الطاقة ونوفر الشمس الصبح؟ اوكي ايه الزرع اللي حوالين المصنع علشان يمتص الكربون دايوكسيد. وطبعا تخيلوا بقى مصنع حواليه زرع كتير، فمعنى كده ان هو مش بيأذي البيئة، لان هو لو بيأذي البيئة في اسيد رين، في كيميكالز، الحاجات دي كلها مش هيبقى فيه زرع حواليه. ففكروا يبقى في شكل جمالي للمصنع. وكملوا، احنا نعمل لسه كنت بقول اعملوا سيرش تيتوريالز ازاي ان انتوا تخلوا السير ده يتحرك. دي حاجة زيادة لو عرفنا نعملها اتس اوكي، لو ما عرفناش انتوا لحد ما عملتوه دلوقتي حلو جدا. ده صح؟ اه ده اللي انت كنت عامله ده بالظبط بالظبط يا ديفيد. ده بقى يكون حوالين المصنع، يكون بص على المصنع، يعني على اطراف المصنع من فوق جنب الروف بتاعه، حوالين المصنع كده، بحيث ان هو ينزل يروي الزرع اللي جنب المصنع. اوكي يا ديفيد وعمر، انتوا عشان تحركوا الحاجات دي لازم تدوسوا، تفتحوا اول واحدة في الكود، بعدين تدوسوا على بوزيشن وتختاروا اول واحدة، بعدين تروحوا تجيبوا بلوكس. مش ثانية، هو انا بحاول اجرب اللي هي يعني مثلا بعمل كود، مثلا اي كود مثلا الحاجات البراكتس اللي في براكتس بقى بيقول لي البراكت دي مش نافعة. دور يعني على ممكن الكود، اعمله سيرش على الانترنت، ما انا استخدمه تشات جي بي تي. عملت له سيرش وجبت الكود بيقول لي يعني هو ما يعرفش اللي هي بيقول ان في مشكلة في الكود. اوكي طب ابعتولي الكود ده والفانكشن بتاعه ايه على الشات بتاعنا، وانا اللي هعمل هو سيرش اللي عليه. احمد صفي بعته. اوكي انت مين فانكشن بتاع الكود ده ايه؟ عشان ما اجيب لك كده الكود تاني. اوكي هو الفانكشن بتاع مس ان هو يجيب انفيزيبل، كان مش فاكر اسمها ايه. انفيزيبل ايتم فريمز. ايوه ايتم فريم، انفيزيبل ايتم فريمز. اوكي حتى لما انا جاوبت ما نفعتش. لان الايتم فريم في الارض هنا شكلها وحش. مثلا موريكي بيعمل ايه؟ استنى مثلا ما تبقى اوكي موريكي عمل شير سكرين وموريكي كان بيعمل ايه. بص طيب هستاذنكم رامي عزمت ايه واحمد اهو. اطلعوا من الميتنج، وكريتوا ميتنج مع بعض دلوقتي على نفس بص الشات اللي احنا فيه، نفس الشات اللي احنا فيه اللي هو بتاع ثلاثة الويب سايت، بروفايل ويب سايت الشات، اضغطوا على كول واعملوا ميتنج مع بعض دلوقتي حالا.
انا عملت الكود اهو، هعمل انتر. ده اللي بيجيلي لفوق. باي باي يا مس. باي على نفس الشات احمد، على نفس الشات. مش عارف اعمل ايه، وتقريبا ماينكرافت عملت ابديت، مش عارفه. ممكن على فكره اصل الفرق، اصل رحت شفت الفيديوهات اللي كان بيعملوا البتاع ده، الفرق بالبراكتس هي يعني بيكسلز، فممكن يكونوا غيروها فالابديت تخلي ممكن. بس احنا محتاجين عشان نتأكد من حاجة زي دي، احنا عايزين يكون حاجة recent tutorial. في حاجة 2023. هو انا وكلهم اصلا 2023، بس ممكن عشان ماينكرافت عملت ابديت كده قريب، فمش يعملوا ابديت اللي هو 20.13 ده. انا لقيت ويب سايت هنا بس بيقول specific mods installed in Minecraft could replace normal frames. يا احمد انت لازم تخرج من الميتنج. يلا احمد رامي، يلا اطلعوا من الميتنج. يلا باي باي. البحر اللي هناك ده خلصته خلاص. تمام اهو. حاولت أعمل عربية، ده العربية اللي عملتها. ممكن أعمل اللي هو التراك اللي هو يهتبى بقى قدام المصنع، إن احنا بننقل فيها الحاجات الريسايكلينج فيها. هبنيها قدام المصنع، أخلي الريل بقى يروح يودي الحاجات دي، يوديها بقى الشوب كده، هبنيه كده في الحتة دي اللي هي الحته اللي ما استخدمش فيها حاجه لسه، اللي فيها احنا نعمل تجر. شوب فعلا بيبيع الحاجات الريسايكل دي، ايه رايك يا عمر؟ ماشي. انا بعد الاونلاين لو دمت فاضي احنا ممكن نفتح نعمل الحاجات دي. انا فاضي. انا هسيبكم دلوقتي، هو احنا خلاص خلصنا الاونلاين، انا هسيبكم. عايزين تفضلوا في الاونلاين ميتنج؟